أنا زيد بواب، إندستريال بروفيسور بالفيجوال ديزاين أند كوميونيكيشن ديبارتمنت بالجامعة الأمريكية. طبعا في عنا أربع تخصصات وهم الفيلم ميكينج، الديزاين، المالتي ميديا والأنيميشن. بقسم الفيلم ميكينج بالتحديد عم نعلم الطلاب كيف يكونوا جاهزين لسوق العمل باهتماماتهم المختلفة، إن كان بالمجال الإخراجي، بإدارة الإضاءة والتصوير، الصوت، المونتاج، وكمان صناعة الأفلام الوثائقية، ويعني إن شاء الله يكونوا جاهزين لسوق العمل ويقدموا مشاريع مميزة، مشاريع تخرجهم تكون قادرة على أنهم يقدموهم لما بدهم ياخدوا وظائف بالمستقبل ويقدروا to stand out زي ما بنحكي.